مرحبا، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. راح نلعب هاي اول لعبة سيرفايفر بيتا 3. يا رب يا ذيب متوحش يلحق وراي عمود ما يخليني اجمع الاوراق. هو اذا اصلا طلع ذيب، انا اتوقع هو كلب، بس يلا نشوف. يقول لك جمع 11 ورقة وقابلني اذا عرفتك تعيش. اوكي نشوف. يسار يمين يسار يمين. شو ظل ما يشوف شي، ظلام ظلام. ليس أسود الليل ولكن الأمان المتجه على هذه الأشجار. طبعا إذا أبقى أركض كثير راح يخلص الطاقة مالته، بعدين يجيني الذيب يسويني عشاء. لذلك إذا ما حد يركض فترات متقطعة حتى لا يتعب اللاعب، وتخزن الطاقة لحد ما يجيك وتهرب أو تهرب منه. هلا بالذيب، هلا إذا ذيب أنت أصلا. شاك بيك شاك بيك ذيب، واقف على رجلين اثنين وصدره أحمر. هذا مو ذيب، هذا حكشفك يا ذيب. أه لقيت البيت اليوم. دور على ورقة. أه هاي أول ورقة. شنو بالله؟ there no way، ماكو يعني there is no way، يعني معناتها ماكو طريق، ماكو طريق تفلت. لو ذيب لو شعر شغلته مو خالي. أنا متأكد هو وراي، بس أدير وجهي يلقى وراي. هو همين ما يعيط إلا لما واحد وقع عليه. أه ورقة. وإن على أهلك اللي والله قمزني قمزة. استغفر الله العظيم وأتوب إليك. شو الورقة الحقيرة هذه؟ والله قمزني يعني أفزعني، قمطني ما أعرف شو. حتى توضع الفكرة. استغفر الله العظيم. شو هذا؟ كلب والله ما سميك ديب، كلب. تعب بعد ما اقدر اركض. خلاص 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 اركض. ادري انت وراي، ادري ادري انت وسلندرمان نفس الحركات المعفنة مالتكم، نفس الحركات المعفنة انت وسلندرمان. ينتظر نبا علي حتى يطق له صورة ويعمل تشويش، وانت تقوم تعيط علينا. اه ذاك شفتك ان على ابوك. لا حتى تجاوبك يا ابن عيون الحمر، اشتري له اثنين ليزر احمر وخليهن بعينه. كلب ما اسميك ديب، كلب. بس لا تقفز قدامي، بس لا تقفز قدامي. اول حلقة باول شهر رمضان، أول شهر، الله يعيد عليكم خير وصحة وسلامة ويخلصنا من هذا الكلب الحقير. كلب كلب. أه طيارة. أه جيب والله ناخذ لنا فرة دائما داير طيارة. أه في ناس قالوا خنطب بطل طيارة عمود نلهزم من عنده. عمود شنو يعني؟ كأنما هاي ورقة ثالثة، كأنما يعني جليتش. هو حتى الذيب بالجليتش هم يطلع لك، قصدي الكلب عفوا. بس وين نروح؟ يسار يمين. بس لا تقفز قدامي والله ما له خلق. ايه كلب تعال بعدنا يقدر يركض. شلون جيت بعد ما اقدر. اه لا والله رجعت الطاقة شوي.
ثلاث ورقات للكب، فلازم أعلق خمسة بعدين أهجم. مستعجل علي من الكلب، وأنا ما متأكد إن أمك كم كلب. لا والله أبوك كان عنده حصبة ألمانية، لأن صاير بطنك حمرة، صدرك أحمر، عندك حصبة الكلب. شو القصة؟ عشان رجعت بنفس المكان. ما باوع ورايا لو توذن، ما باوع وذانك الطق هسه، ما باوع. لا بس لا تقفز قدامي، مالي شال الغابة هاي جدار. ان على ابوك لا حتى تجاوبك، يا كلب يا ابن الكلب. مكمزني زعل. ان على اهلك، يقفز قدامي، اقفز طرزان انا قدامي، مو اذيب. افلت هو مو صوت هذا الكلب، هذا مو صوت، صوت ثاني. ايش جابني بهالغابة هاي؟ استغفر الله العظيم، سيحصرني وبعد ما اقدر اطلع. عيط الكلب. شنك ماخذ اجازه؟ وينك؟ انا جاي يا الكلب، كلوب انا جاي يا كاني. فين على اهلك؟ لا جايك ولا تجيني ولا اصل يمك يا كلب يا ابن الكلب. ورقه اركض، ورقة جيبها. فلت، شوفها، لا تشوفها، خذها وفلت. هذا الكلب ما له أمان، هذا ما عنده أمان، هذا عنده حصبة ألمانية، هذا صدره أحمر ما عنده أمان. الكلب يعيط علي، أنا تعيط علي أنا؟ يا وكلتك عظم، فالح تعيض على العالم، مجرم. كله أشجار، ماكو أن على أهلك، ما عندك غير مكان أنت تعيض. يا إلهي شو هذا؟ طبعا كله أشجار وثيل، يعني ماكو عمود، ماكو قلوب، لا كلها أشجار وثيل. بس الحلوة يطلع يا سلندر مان، ينعل أهلك. سيقمز قدامي، لا تقمز، ما أقدر أركض ترى، بعد ما أجيب لك عظم. إيه عافية، خليك هيك بعيد ولا تعب نوياك، زين خليني أحبك. عافية، سعيد وسعيد، سعيد إنك تتزوج بعد 4 جهالس، وإنت بعدك تخوف بالعالم. إيه، كأني رجعت لنفس المكان، إلهي إذا أدور بدوائر مغلقة. طيب شوف يا ذيب، خليني آخذ لي 3 ورقات وأجيب لك كيلو لحم، إيش تقول؟ إن على أهلك، معناتها ما موافق، عرفت؟ ما موافق، ترافض رفضا قاطعا. ما عجبك اللحم المثروم، لا ما أجيب لك كيلو لحم، أوكي؟ خليها أجيب لك ثلاث كيلوات لحم. أنا بقرة تريد تسلكها المزج، ما عندي مانع، بس خليك مؤدب ولا تهجم. إن على أهلك. أوه.
ادري بك انت ما تريد. ما ادري ادري ما تريد. لا خلاص انسرك انسرك في كلمات انسى هذيك كلمات. شنو رايك اجيب لك بقره حلوه؟ البقره حلوه سمينه وعم مذبوح على الطريقه الاسلاميه. انسى اوكي اوف البقره اوف البقره. يعني انت ان لم تشلب بي اني اجيب لك غير شي تاكله. عوفني استغفر الله العظيم. شنو هذا يعني بقرة ما تريد؟ زين شوف راح اداين من صاحبي واجيب لك اياها خروف همية بعد شي تريد عم تصير كوكتيل. ها كوكتيل ها زقلت. اذا ما طلعت لي خلال خمس ثواني معناته انت موافق. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما موافق. عرفتك ما موافق ما موافق ما موافق ما موافق. عرفتك ما موافق. آه فشنو فشنو يا ابن الكلب. آه أنا آسف وفعلا أنت أبو الكلب ماكو داعي. يا ابن البزون يا ابن القطة على بكلة وحتى تجابك. شباب هالمحاولة الأولى مع الأسف يعني مكتوب يو ار ديد يعني انا فزت. لا عفوا امزح معاكم يعني انا متت تعرفون هذا. فلازم محاوله ثانيه. بس اذا شفتكم يعني عجبكم الفيديو عجبكم تعليقي وان شاء الله يعجبكم طقوني بلايك. واذا ما عجبكم قولوا ما عجبكم وانا مش هعمل. وان شاء الله يعجبكم. يلا مع السلامه.